صحيح لا إشكال، سنتك سنة لا بأس. السؤال الأخير بالنسبة لنا، ورحمتك أرجع من دين عملي، ورحمتك أرجع من عملي. أرجى عندي من عملي، أرجى عندي من عملي. زين السؤال زين. قالوا يا ابن عباس كيف نلت هذا العلم؟ عبد الله بن عباس كان بحر في العلم، كيف حصلت هالعلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول أسأل. الشيخ حمد بن عبيد السليمي رحمه الله يحدثني ولده يقول خرج أبي وعنده واحد من الطلاب، خرج من المسجد صلاة العشاء والولد يسأل وأبوي يجاوب، وعبر الوادي مش الوادي ها سير بيت الشيخ، الولد يسأل والتلميذ يجاوب. يقول خلاه وصلنا عند البيت والولد يسأل، استغفر الله هذه القصة وقعت للشيخ سلطان البطاشي ووقعت للشيخ أحمد. يقول فوقفنا عند الباب، التلميذ يسأل والشيخ يجاوب إلى أن أذن الفجر، فرجعنا مرة المسجد فصلى الفجر بوضوء العشاء. أسئلة سل. يقول ابن درار الغدامسي مودعه أبو عبيدة متوادعين من البصرة باغي يرجع المغرب، فمخلي رجل في الغرز في الناقة يعني يركب ناقته، والشيخ أبو عبيدة ماسك خطامها ينتظر يركب. ابن درار يسأل والشيخ يجاوب، تو الشيخ ينتظر ابن درار الغدامسي يركب وماسك خطام الناقة، هو يسأل ويسأل ويسأل، فسأل عن 800 مسألة في ذيك الوقفة، 800 في ذيك الوقفة، ثم ركب الناقة ومشى. فالسؤال، هذا الشيخ حمد أصيب بمرض بن عبيد فدلوه على منطقة في السيب هنا تسمى، أول يسموها الغبنة أو يسموها حلة آل يوسف يسموها، فراح الشيخ سكن فيها 4 أشهر فشفاه الله من ذلك المرض. فهو خارج يركض وراء واحد يقول هو الشيخ حمد، يقول سبحان الله هذه البلاد زينة يعني عفية، صحيت من المرض اللي كنت فيه، لكن كلهم ما شاء الله علماء اللي هنا، كلهم ما أحد يسأل البر عن دينه، 4 أشهر ما أحد جاني بسؤال، كلهم فقهاء. يقول فأنا خارج أنا وخارج يقول يركض وراي واحد راكب حمارة الشيخ راجع سمايل ويركض وراه الشيخ قال نعم، قال عندي سؤال، قال الحمد لله آخر شيء حد بيسأل، تفضل ويسأل ايش عندك؟ قال يقول الشاعر هبت سحابه وامطرت سيل وسقيت بلاد الغافريه، السؤال يجوز نقول وسقيت بلاد الهناويه؟ قال خذ فالواحد بيقول اول شيء